الماس. ايش ذا؟ ايش ذا؟ مو الماس. لا مو الماس. الماس عقيق، شكل عقيق سليماني بس مكسور. بحط شوكتي في جنبتك اوكي على طول. الماس الكل بيحب الالماس الكل. هذا نوع من البازلت. ام جادويل دل اللي هو اللوزي اللي يجي فيه جوته ترسبات. هذه هنا عينة واضحة. وهذه اللي فيها ترسبات يكون كالسايت، أنواع أخرى من الله جيرية سيليكاتية كوارتزات. المنطقة كلها من النوع هذا من الصخور، أغلبها بازلتية لوزية. لوز. شايفين؟ هاي حلوة مرة. شوف زي السليماني هنا، هاي العينة حلوة. عقياني في صخرة الله. هاي ترسبات لاحقة جت. عينة حلوة صراحة. ماما ها ليه هنا برتقالي؟ ايش هذا بالصغير؟ هذا اكاسيد حديد بصراحة. عينة مرة وهذا لازم اشيلها. شوفي هذا. ايوه هذا عقيق هنا، يعني ترسب اوف تتكسر. تلك اخرجي لي الشاكوش. اي خانة جوا؟ ايه كمل. عجبتني مرة. ما حقبل قستات يا شباب. اي نعم انا جيولوجية ماجستير صخور بركانية، يعني سما جيولوجيا اقتصادية. انا حكسر المكان ده علشان اشيل. بس طب ممكن تحطيها في الشنطة هذه حلوة. طب ايش عقيق تقدرين ماما؟ على الخانة الكبيرة. ايوه الخانة الكبيرة. بصراحة العقيق من هذا النوع من حلو بس مكسر، يعني خسارة. خسارة بس مكسر. أشوف هذا. يا سلام. هذا هذا فعلا المنطقة منتشرة فيها هذا ال... هذا البرتقالي اللي قلتي عنه أول. حديد البرتقالي تأكسد. بصراحة منطقة حلوة. وفي هذا حطي هذا يا ماما. هذا العقيق حطي في الشنطة عشان ما يتكسر مع الكبار. كل من الأنواع. هذا 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 جلوزيات الصغار بناتي. هاي ريهام. ما بدا. خلاص. خلاص يلا. وهاي ريماس. لا يا ماما لا تستحي عادي. جميلة هذه. شايفين أطفال الجيولوجيين الصغار قوني. هذا صخور بركانية البازلت اللي هو فيه حويصلات وحصل ترسيب لاحقي دخل في الحويصلات. بركانية يعني نارية. النارية تحت سطح الأرض، البركانية فوق سطح البركان. أحلى من الشمس هنا. رموسة ودخل الجوال. ماما أبغى موية. خذي الموية في أي خانة عندك. أصفر وريني. تعالي هنا. ده صخر وفيه هيماتايت. ماما يا سلام أصفر. هذا ليمونايت. هذه هذه الليمونايت يجي لون اصفر. ماما ها ماما شوفي ها. ابغى مويه. ادو لك كمان نصعد شوي. اوه شوف 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 شو طار. الله يسر. واو نسر ولا تغروا يا ليتنا نطير زيه. غراب غراب. لا غراب. لا مو غراب. لا انا اسود. ممكن غراب ممكن غراب. يلا يلا تفضلي تفضلي. تعالي يا ريماس قدامي عشان شويه صعدنا. استخدموا ايديكم الثنتين يا بنات. البداية كنت حاسة
واو روعة، أجمل ما في الحياة صعود الجبال. لقيها تشبشب. أرمي يا بنت. في حد طيح شبشبه هنا وراح. ماما عبرتها وين؟ المكان في خليس. رياضة رجاء. إيه والله رياضة. بأخذ أنفاس سريعة معناته؟ لا ماني أوكي. اللياقة صفرين وصفر. إيش؟ اللياقة صفرين. بتقول بنتي اللياقة صفرين. اللياقة صفرين مو صفر. نرتاح يلا. ايش ده؟ خلونا شايفين الاستراكشر هذا؟ ايش يعني؟ هذا لما الصخور تكونت نسوي فلو تدفق. لا صلبة لا حتعور حالك. طيب اجرب حجار ثانية. شايفين؟ كلها صخور بركانية. بس فيها شكل كذا تدفق الماجما اثناء التكور. هالفلو هذا خسرتها. شير البث للواتساب عشان. لا يا ماما حتعوري حالك، عيونك ارفعي راسك عشان متابعيني في الواتساب ينضموا ويستفيدوا معانا. ريهام ريماس مو اي شيء تعرفين ممكن يطير في عينك. لا حبيبتي استراكشر في فلو اثناء التكوين اثناء تدحرج الماجما بتصير. يلا قربنا يا ماما. يلا شوفوا كيف هذا نقاط ضعف في الصخره. تعالي ماما امسكي عشان ها. تعالي امسكي لي الجوال. واو ها ايش من الطين. هذا عشان نقاط ضعف في الصخره فدخلت المويه هنا والطين ومعطيت له لون مختلف. حتنزعجوا من الصوت لكن الصخر بركاني والدليل اهو. حتنزعجوا من الصوت اسفه. منظر الشمس يعني انا شايفتها كده. هنا في الغيوم. هاي في وسط الغيوم. هذا سوان. ريهام لقيته سوان. سوان اخو العقيق واخو الجسبر. يلا حنحطها من ضمن مجموعة ريهام. حطيها في الشنطة. حاطة كل الحجر مع بعض. انا ما في مجموعة. لا الصغيرة في مكان مختلف عشان ما تتكسر من الكبيرة. واو راحة نفسية صراحة. صعود قمم التلال وليست الجبال. انا ما اسمي هذا جبل لان الصخور متراكمة على بعضها وليس جبل متماسك. يلا اختار كل واحدة تختار مكان. يلا وانت هناك. يلا حلو. يلا ها ايوه حقت الطيور. لا تجلسي. عرفت ريماس كيف عرفتي؟ لا تجلسي. ايوه خلوكم بعيدين عنا. ايوه بنات الحلوات بيستمتعوا بالمنظر. هو حلو والله عن جد. حلو مره حلو. شوفوا منظر. شوفوا هذا المنظر اللي يرد الروح. يكفينا المنظر الرائع. يا سلام. ها من وين ننزل؟ هنا هيكون ابعد على السياره. ايوه تغذيه بصريه وروحيه. الاهم الروحيه بحيث. هذا هو مجلس. ركزوا يا بنات. يلا ارضى عليكم. ها النزول اسهل. النزول أسهل. أشوف الطلوع أسهل. البنت لا تطيح. لا أتوقع إنك بتطيحين وتاكلين من الحصى. بالعافية. بالعافية. بنتي ردت. عادي ناكل من الحصى ونطيح وعادي أروح المستشفى أصلح الجرح وأرجع ما في مشكلة.
يعني اول مره نطيح ما احنا نطيح ونقوم همشي بعد الطيحه. اذكر مره طحت وانا واقفه تذكرين؟ ايه شوف هذا الاستراكشر حقه التقشر الاونيون استراكشر. واو واو قريب الا كان لانه اسف. تذكري لما طحت وانا واقفه؟ النزول اصعب من الجبل ما ادري. اجب انه اطلع اسهل ما بعرف. ها تعلموا كيف تعلم. ها تقول لكم ريهام تعلموا كيف. يلا استخدم يدي. لا استخدم يدك يا ماما. لا تسوي لي طرزان. ما ابغى طرزانات. ابغى نزول بسلام. يلا هو سهل سهل مو صعب. هنا 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 ايه ايش اصلح الجرح. ها ايوه نروح نصلح الجرح في ورشه سيارات. طيب طيب ورشه سيارات مو مستشفى. ولا يهمك اللي تبغاه نسويه. حاسبي ولا يهمك ولا تزعل حالك. لا هنا 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 اسهل. هنا عندي. انتبهوا الذيب وراكم. ها سلم عليه يا ذيب سلم عليه. ها بيقول انتبهوا الذيب وراكم. تعرفون كان احنا في فيلم كرتون يعني بتخوفوا اطفال يعني. كان احنا في فيلم كرتون. انا طفله. والله انت غلطانه تنزليهم يعني نقعد مربوطين في الجبل. يلا احلاكم دمكم خفيف مره. مربوطين في الجبل ما ننزل. لا هنا يا ماما. ها هنا هنا, هنا 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 حلو. هنا حلو. يلا تعالي عشان نروح نستمتع هناك في مكان الاخضر حلو. ايوه بعدين في ناس هناك العشب عاد. ايش يعني هذا الحجر؟ ايش الكوارتز شكل قلب. ها شكل قلب. يا ربي بنتي لقيت كوارتز شكل قلب. هاي بشبش من الريماس. انا ما شفته اصلا بش. من هنا انظف. ايه كذا هنا انظف. ها ها يلا يلا حبايبي يلا. يلا اوه جاكم الذيب. يسلم يسلم. خفنا. يلا نجري يلا نقفز. الذيب جا. الذيب جا. يلا نقفز. واو 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 تعال وينه. لكل أنواع من الصخور أحجار كريمة المتحولة برضو تجد الكيانات السليمانات يعني تجد معادن يعني مو شرط كل شيء لازم تجده من الأحجار الكريمة. بعض المعادن أنت خلي دماغك تجاري حتى المعادن تباع مو لازم تكون تأخذ أحجار كريمة وتكون أحجارك توب. ممكن استغلال المعادن. شوفوا بنات تزحلقوا عشان ينزلوا. فممكن استغلال اي حتى الصخور اللي فيها الوان. حتى الصخور اللي فيها الوان رماس بالراحه على اختك اللي فيها الوان جميله. تعالي من هنا. هذه يتحرك هذه يتحرك. طيب ممكن استغلالها الصخور نفسها. في فيديو انا حنشره على الواتساب خاصه بكيف يتم حفر الصخور ملونه وكتحف ويحط جوات الحجر نفسه الصخره تربة ويحط نباتات كأنها زي الأصيص بيستخدموها. وتعال شوف هذه تباع بمبلغ وقدره. يعني التجارة ممكن استغلال حتى الصخور العادية ممكن عمل منها صقلها. ممكن عمل صقل وتلميع بتظهر جمالها. شوف انت حجر خام كذا تشوفه عادي صخر ما تقتني. لكن تعال استخدم له صقل والله يطلع له ألوان وجمال مرة يعني مرة رائع. كلها جسبرات. انتم فين بالمغرب؟ لا ما احنا في المغرب احنا في المملكة العربية السعودية. احنا بالعصر. اقفز. ايه مش مش نزلت قطر مطر. ها عرق مو مطر. خذي ماما أعطي ريهام تعلم سكينة. أوكي أجيبني أصور. خلوني أحشرت هنا. يلا شباب وإحنا فوق جربنا جبل صغير فجأة طولنا مدري كيف. لا طولتي هنا فوق كنا هناك يا شباب كل ما قسمنا تنام وكنا
مام والدباب. يلا حفر هنا، شوفوا حفر الثعابين يا شباب، اهي هنا حفرة نسلم عليهم. شوفوا هنا حفر ثعبان هنا، السلام عليكم يا ثعبان الصغير. ايه يلا تعال سلمنا عليهم. انا قلت نسلم عليهم اعطونا قهوة، اليوم قلت نسلم عليهم اعطونا سم. لا ما هي اعطونا الخير، احنا عائلة ربنا اكرمها برعايته، محظوظين مستمتعين بالحياة مستمتعين بالجبال والرحلات. هيا اهو بدر، الين بدر ركزي فين رجلك يا ريهام. بدر خلاص نازلين، بدر احنا نازلين نازلين، استنى خليك. لا انا فاتحة بث، فاتحة بث وبيشوفوك. تبى تطلع ليش كذا طناخة؟ بقول له خليك، قال طناخة. شايفين شايفين العناد الجيولوجي يبغى يطلع. بيشوفوك بيشوفوك المتابعين، ايش تبى تقول لهم؟ تابعوا ماما وتراها جيولوجية كويسة، بالمستقبل راح تستفيدوا. يا سلام سمعتوا كلامه، بيصفقوا لبدر، قال تابعوا ماما تراها جيولوجية كويسة وفي المستقبل راح تستفيدوا. والله متحدث ولدي. سلم عليهم كيف حالكم؟ ايه كذا شعلوا مكم. لا 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 بشبش في البيت. أقول لكم السلام عليكم. ردوا يلا حدثهم يا بدر، تعال كلمهم. كلمهم يا بدر، قول انا بدر مطقمين. قول يا بدر ايش ايش سلم عليهم. سلام عليكم. مقابله أيوة. مقابله. ايش اسمك؟ بدر. اسمك الرباعي؟ يا بدر بس مو لازم. طيب صف كم؟ ثالث. مادتكم المفضله؟ رياضيات. خلصنا ننزل. يلا ابصلك الجبل. يلا لا احنا نازلين حننزل هناك نلعب مع بعض. يلا خلاص انت ما رضيت من البدايه، قلت حتروح عند البابا. لا هذه جحور الثعابين اهي هنا، السلام عليكم يا ثعبان. هنا هذه الجحور بقطعها. لا خليه عشان ما نزعجهم. سلام عليكم يا ثعب، هذه بيوت حقتهم اهي هنا. سلام يا ثعبان. ما ادري ليش ما مسكتني، خايف تطيحي. لا لا ما خليك قويه، خليني قوية. بدر طيب انزلي بسرعة حتى. لا لا بدر لو سمحت لا تتهور، لو سمحت اتهور ايش؟ لا انا عارفة سهل، بس دحين لا تتفشر حبيبي كذا، خليك انا عارفة انك قوي قوي ما شاء الله عليك، بس اكون حذر لو سمحت، يعني ركز فين تحط رجولك. بس عارفة انه خلاص وصلنا المنطقة السهلة، خلاص ما نزلنا تقريبا من الصعب، ما في ما في صعب اصلا. هو هو تله تله يا شباب، هو مو جبل. ماما عندك اسهل ولا عند ريهام؟ ايش عندك اسهل ولا عند ريهام؟ عندي اسهل. يلا تعال. لا والله عندي. هي هذه المنطقه كذا، هذا اللي فيها بس، غير كذا ما شفنا حاجه مميزه. يلا ريما ريهام الحقي بدر، خلاص وصلنا. لا تلمع حجار. ارمي شيلي هذا من الحرب. طائر هناك طائر النورس يحلق. سأديني ماما بابا أخذ بس الكبير. ايش اقلبها كذا؟ لا صخرة هذه. لا هذه صخرة الجرانيت مو جسبر، جرانيت احمر، يعني في كمية من الأورثوكليز. بكم؟ لا لا بكم؟ أول سؤال يسألوا أطفالي بكم؟ هذا جرانيت أحمر في كمية من الأورثوكليز. بكم؟ لا لا ما عادي بدون بكم ما ينباع؟ إيه يعني بس هو جميل فقط. أرمي إيه محتاجة. وهذا متحلل برضو. أوه ماما هذا الطين اللي جرانيت متحلل يا شباب، شو صار ترابه. بشويش يا بدر، بشويش يا بابا، بشويش يا بابا، أنا قلق عليك حتى وكنا خلاص مكان سهل. بيستعرض الحين تلقوه بدر ما شاء الله.
هذا البشبش ها كيف يسوي؟ هذا البشبش للمتابعين كلهم مو بس بشبش. باي زوز لاف يو لاف يو تو 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 يو 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 بسمع انعوج القلب. بس كل المتابعين حضطر اقفل لاني حوصل عند زوجي ما حيحب التصوير. تمام ونلتقي في لقاء اخر ان شاء الله. ولقد ابتعدت هروح اشرب القهوه ومخمخ وممكن افتح بعد شوي هناك في عند الكلاب. هنروح عند الكلاب. ايه جيب جوالي بعد ما نقفل البث بتصل عليك. خلاص اسيبكم وشويه بس امخمخ واشرب القهوه وبعدين نروح هناك نشوف الكلاب حيجروا ورانا ولا حيسكتوا. نسوي مغامره كلاب ايش رايكم؟ هنختبر الكلاب حيجروا ورانا حنهرب احنا حنخاف ولا حنصمد. ترى انا معقده من الكلاب ايام ما كنت صغيره. ايش معقده كلهم كلاب. لحق ورايا واحد وعقدني كلب. طيب ايش تسوي له؟ وانا كنت صغيره انفجعت اضربه. ايوه ترى ما يسوي لك شيء. طيب هو يخاف هياكلك من راسك يا بدر. لما تسوي نفسك ترى لما تسوي نفسك خوافه يهجم عليك انك تحس بك ضعيفه. ايوه فخليك قوية وكده عشان هو اللي يخاف. صحيح برضو صارخي عليه وهو يخاف. هو يخاف؟ ايوه لما تصارخي عليه. بدري علمني كيف اتعامل مع الكلب. متحمس كله طاقة قوية بس وش اتصلت عليها انا. يلا في امان الله يا شباب علشان اروح اخذ قهوة وبعدين ارجع افتح اذا امداني الوقت. ايش امان الله في امان الله في امان الله في امان. يلا قول لهم باي قول لهم باي. يا سلامة قولي لهم باي باي. يلا قفلي.